السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بكل الأصدقاء القدامى والجدد، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله راح نعمله بقماش الكانيش، راح نعمله فكرة صغيرة. راح نحتاج الإبرة والخيط على حسب اللون. راح ناخذ القطعة تاع السي دي او يعني صحن صغير او اي حاجه عندكم. راح نحتاج القطن او لواط هكذا، نحتاج كذلك مقص. ناخذ هذا السي دي، نحطه هنايا، هنعمل دائرة هكذا. نقصوا هذه الدائرة، راح نقصوها. اعذروني، المقص لا يقص جيدا. وما شهدت على الفرق، بإمكاننا نعمل به عدة أفكار. هو متواجد في الأسواق بكل الألوان. خلاص خلصنا القص تاعها، راح ناخذ الإبرة والخيط، نعملو عقدة هنا، نخيطو بطريقة يعني عادية. نروحو صغير دائر على كل قطعة، هذه ما نسحبوش في الأخير، نسحبو والآن رايحة نحشيها. بعد ما خلصت الدوران نسحبو قليلا، خلوها هكذا حسب ما نحشوها بهاد
تحصلوا على هاد الكره بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا. هنغلقها جيدا. راح نجيب هاد السلسله هذه وثبت الخيط هنايا والابره. راح نركبها هنايا، يا اما نلصقوها بالبيستولي يا اما بالابره والخيط. هنثبتها هنا. هكذا راح نتحصلوا على هذه الكره، زينوا بها حقيبه يد مثلا كما هذه. حقيبة يد هكذا او نعملوها الهواتف او الحقيبة الخروج او الليكاب، يعني يزينوا بها عدة اشياء. ان شاء الله تعجبكم فكرة اليوم وتنال رضاكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.